شارك أكثر من 150 رياضيا جاءوا من مختلف ولايات الوطن في الدورة الوطنية التدريبية لرياضة النونشاك القتالي الكامل التي جرت فعاليتها بمدينة القل الغربي سكيكدا، وأطرها رئيس الفيدرالية العالمية للرياضة الفرنسي رافائيل شميتس. الهدف من هذا التربص هو لتطوير هذه الرياضة على المستوى الوطني، وكذلك للاستفادة من خبرة اللي راه يكتسبها منذ سنين ويستفيدوا منها كذلك جميع المدربين الوطنيين. حضور لعدة ولايات منهم 8 ولايات عبر الوطن، وكذلك نحو 150 مشارك في التربص، والحمد لله جاء التربص برضا جميع المشاركين، وكذلك الخبير كان يعني متحمس لهذا التربص وكان سعيد بهذا التربص وبهذا الوجود الغفير لهذا الرياضيين وهذا المدربين. تطور ملحوظ تعرفه رياضة القتال الكامل بالجزائر بفضل المجهودات المبذولة من قبل المدرب الوطني ورئيس الفيدرالية الوطنية، والهدف هو جعل هذه الرياضة واحدة من الرياضات القتالية الأولى في بلادنا. les sports de combat se développent très bien en Algérie. À chaque fois que je viens ici, je vois un bon enthousiasme et beaucoup de volonté d'apprendre, et je pense qu'il va continuer à bien. Donc je pense que le niveau est très bon par rapport à d'autres pays africains, et donc je suis satisfait du travail accompli notamment par M. Chahabi. برمجنا بطولة عالمية سنة 2017 شهر ماي هنا بمدينة القل، لما لا؟ تستعد مدينة القل لاحتضان البطولة العالمية للعبة شهر ماي من العام المقبل، لكن ما يعاب على السلطات هو الوضعية المزرية التي تتواجد عليها القاعة المتعددة الرياضات للبلمدينة، والمطلوب هو تدارك الوضعية وإعطاء اهتمام بسيط لهؤلاء الرياضيين.